رغم الانفراج الجزئي لأزمة الدواء بعد الرفع التدريجي للدعم عن بعض الأدوية، لا تزال معضلة تأمين اللقاحات للأطفال موجودة رغم إعلان وزارة الصحة استمرار دعم سعرها، مما يجبر العديد من الأهالي على شراء اللقاح من خارج لبنان ودفع ثمنه بالفراش دولار. فما السبب حتى الساعة؟ صار في جائحة الكورونا بالعالم، المعامل العالمية ما قدروا هن ينتجوا فاكسينات بأعداد بتكفي العالم كله. كرمال هيك اليوم نحن عم نلاقي شورتج شوي بالسوق، ما كتير عم نلاقي كل الفاكسينات بالسوق، وهيدا عم بيسبب لنا شوية إحراج. ومن المعلوم أنه منذ أكثر من عام قررت وزارة الصحة حصر بيع اللقاحات لدى الصيدليات وليس لدى الأطباء. الصيدلي أنه في رقابة من قبل وزارة الصحة، فريق تفتيش وزارة الصحة بلس فريق تفتيش النقابة، كرمال يتأكدوا من سعر هالفاكسان، لأنه اليوم ممكن يكون في ناس يبيعوا أو يستغلوا الفرصة اللي عم بيصير ويبيعوا بسعر أغلى. أما الصيدلي ما بيقدر إلا ما يبيع الفاكسان بسعر يلي محدد من قبل وزارة الصحة، وهون فريق التفتيش بيلعب دور كتير كبير تا هن يقوموا بزيارات للصيدليات ويفتشوا عن سعر الدواء. أما لقاح الإنفلونزا فهل سيتوفر هذا العام وعلى أي سعر؟ في شركتين هن فقط بيجيبوا الفاكسجرين. أول شركة أعطيتنا علم وخبر أنه هالسنة ما رح يجيبوا فاكسينات أبداً، يعني ما في هالفاكسين هالنوعية. أما الشركة الثانية وعدتنا أنه خلال 10 أيام رح يصير في الفاكسين يلي هو الفاكسجرين بسعر مدعوم، يعني سعر ما بيتخطى 25,000 ليرة. مشكلة تأمين اللقاحات عينة من المشاكل اليومية لللبناني الذي بات يمضي ساعات أيامه بحثاً عن لقمة عيش مغموسة بالذل والقهر والتعتير.